حارس غيليرمو سارا يعطي الكثير من الامان والاطمئنان بكيفيته في صد الكرات. مره اخرى كره صعبه والهدف جول. نيمار يسجل جول. جول فعلها البارسا. نيمار يفتح مجال التسجيل في ظروف صعبه. هدف الرابع هذا الموسم نيمار فعلها في اشبيليا امام بيتيس بعد معاناه طويله. كره ثنائيه بل بلحظه ثلاثيه. التمريره من اروع ما يكون من هناك عن طريق بيدرو. شوف ماذا فعل الكسندر سونغ حتى على طبق ناحيه جابري فابريغاس. فابريغاس لنيمار الذي لا يفوت ولا يضيع كرات مثل هذه بعدما ضيع كره بالراس. لا يضيع كره مثل هذه بالرجل. والهدف الاول لصالح فريق برشلونه عن طريق اللاعب نيمار من قبل كرة عدية اليمنى لصالح عناصر فريق ريال بيتيس. كيف سيكون رد فعلهم بعد أن تلقوا الهدف الأول من جانب عناصر فريق البارسا؟ يبقى خطير جدا في الهجمات المعاكسة. بيدرو طلق خطيرة صعبة الكرة هذه. بيدرو أنت متأخر. هي غيليرمو. بيدرو جول 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 الثاني في ظرف دقيقتين. بيدرو يضيف الهدف الثاني لصالح برشلونة السادس له منذ انطلاقة الموسم. هدفان مقابل صفر في رمشة عين. بيتيس كان يسيطر وهو برشلونة متفوق. لو أي واحد منكم كان غادرنا أو غادر ولم يتابع المباراة في الثلاث دقائق التي مرت ويأتي الآن ويشاهد بأن البارسا سجلت هدفين لا يصدق تماما. نعم يجب أن يصدق لأن البارسا هي هكذا تتميز بالفعالية السرعة الفائقة والهجمات المعاكسة الخطيرة. بيدرو انطلق من بعيد استلم بيسراه وسدد بيمناه. الجول الثاني لبرشلونة بعد 37 دقيقة لعب منذ انطلاقة المباراة. الكبار هم هكذا يتمتعون بالفعالية بالصبر بالقدرة على الصمود والقدرة على التحمل. كرة تلعب لنيمار في وسط الدفاع. التغطية الدفاعية من فيجيراس رجعت لإنيستا. ملعبه ممتازة من إنيستا. أوتو يا بابا بابا جول 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 جول. وضعية تسلل أم لا؟ نعم جول الثالث لفريق برشلونة من فابريغاس. التمريرة من مونتويا. بقي يتفرج وينتظر فابريغاس الحكم المساعد هل يرفع الراية أم لا. لم يرفعها في نهاية المطاف. الهدف الثالث لتشيسك فابريغاس. فريق يلعب وآخر يسجل. الكرة عجيبة والله يا عجيبة. فريق يلعب وآخر يسجل. مونتويا خمس لاعبين أمام الكرة أمام لاعب واحد. التمريرة من مونتويا هائلة من إنيستا. ثنائية بينه وبين جافي حتى لمونتويا بدور فابريغاس. حكم لم يرفع الراية. إذا أنا فرحان وسجلت الهدف الثالث لي هذا الموسم. وانطلق من داني الفيش على الجهة اليمنى من خط الأمامي لفريق برشلونة. ينتظر المساعدة داني الفيش. ينتظر صعود أحد الرفقاء يوصلها بين هداك. الرابع من ديسك فابريغاس. هدف رابع مباغت غير منتظر رائع من فابريغاس بعد التوزيع من داني الفيش. جاء من بعيد جيسك فابريغاس وسجل الرابع. الممرر صار هدافا اليوم يسجل الثنائية للبارسا. غريبة هذه المباراة. يجب أن تدرس في المعاهد وفي المدارس الكروية كيف لفريق بيتيس يسيطر ويضغط ويخلق الفرص وللبارسا يسجل أربع أهداف. كان ممكن أنه لو فاز بهدف لصفر أو باثنين لواحد يكون الأمر معقول. أنه أن يفوز بأربعة مقابل صفر بفضل فابريغاس مسجل هدفين بهذه الرأسية التي لم تكن قوية تماما ولكنها باغتت غيليرمو سارا بالرباعية. يضرب البارسا اليوم. فيكتور فالديس هل يفعلها وينقض مرماه؟ لا 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 في ضرب الجزاء. أول المسك باليد وعرقلة. شوف هنا مسك واضح. الحكم كان قريب من لقطة مثل هذه يا داني الفيش. نعم ضربة جزاء واضحة على ماتيا. هل سيفعلها فيكتور فالديس ويبقي على شباك ونظيفة هنا من أمام خوخي مولينا الهداف فريق ريال بيتيس في الوقت بدل الضائع من أمر المباراة. خوخي مولينا وكذلك فيكتور فالديس. إذا أنقذتها يا فالديس فمعناها أنك لا ترحم فعلا. لا ترحم حتى بيتيس لكي يسجل عليك هدفا. أي نعم تلقيت السبعة. يلا يا فالديس من أمام خوخي مولينا والهدف رائع. مولينا في كورتو على في جهة وفيكتور فالديس في جهة أخرى. هذا الذي يقال عنه في لعبة كرة القدم هدف الشرف. يستحق هذا الشرف ريال بيتيس الذي لعب اليوم مباراة كبيرة أمام برشلونة. يستحق أن يسجل هدفا هو الخامس بالنسبة لخوخي مولينا مع فريقه منذ انطلاقة الموسم أمام حارس عملاق. كان عملاق في هذه الأمسية وفي هذه المباراة. الوقت الرسمي انتهى. الوقت بدل الضائع انتهى. برشلونة هو برشلونة مع ميسي أو من دون ميسي.